اقتحم أكثر من 1000 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال في أول أيام عيد الأضحى المبارك إحياء لذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأصيب عشرات المصلين بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى لحماية المستوطنين الإسرائيليين. وأدى أكثر من 100,000 مصل صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى استجابة لدعوات المرجعيات الدينية التي نشدت المصلين بشد الرحال إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين. دان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى، وأكد أن الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، ودعت إلى وقف جميع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس. هذا وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بياناً طلبت فيه العالمين العربي والإسلامي بالتحرك الفوري لحماية المسجد الأقصى المبارك من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتكريس تقسيمه وتهويده. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صمود وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وفي مخيمات الشتات ضد كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن، وجاء ذلك عقب وضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نتوجه بالتحية والتقدير والتهاني الحارة لأبناء شعبنا في كل مكان في الوطن والشتات والمخيمات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كما نتوجه للأمة العربية والإسلامية والعالم المحب للخير والسلام بالتحية والتقدير والتبريك، ونقول للجميع نحن هنا صامدون صابرون مرابطون في أرضنا، لن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا، ولا نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو يهضم هذه الحقوق. سنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن، والسلام عليكم. كما وهنأ أبو مازن الشعب الفلسطيني بحلول العيد ووجه التهنئة للأمتين العربية والإسلامية والعالم بأسره، متمنيا أن يعود بالخير والسلام والبركات على الجميع. احتفلت الأمتان العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك فيما أدى المصلون صلاة العيد في شتى بقاع الأرض، وواصل ضيوف بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويقضي الحجاج في هذا المشعر أيام تشريق الثلاثة لرمي الجمرات فيما يختصرها المتعجلون بيومين فقط. ورمى ضيوف الرحمن جمرة العقبة الكبرى في أول أيام العيد، وواصلوا مناسكهم في يوم الحج الأكبر بالحلق والتقصير والنحر، ومنهم من أدى طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. طبعا بهاي الليله المميزه والخاصه نحتفل في مدينه شفا عمر بحلول عيد الاضحى المبارك، وكل عيد اخر بغض النظر هو عيد لكل اهل شفا عمر. وبمناسبه هاي الاعياد الطوائف الثلاث داخل مدينه شفا عمر بيعايدوا وبيزاوروا بعض في البيوت وفي المؤسسات الرسميه.
احنا متعودين هون دائما في الحارة على مدار كذا سنوات نقيم برنامج عيد الأضحى، ليلة يعني طبعا من ليالي عيد الأضحى. البرنامج هذا كان كثير دائما يعني ناجح، والتحضيرات له دائما بتكون يعني هي قصيرة جدا يعني على مدار أسبوعين أو ثلاثة، وزي ما انتم شايفين يعني بحقق نجاح كثير باهر. واحنا بنقول طبعا كل عام وأهل بلدنا وأهل مجتمعنا وشعبنا بألف خير، ربنا يعيده علينا بالصحة والعافية. آسيا صديق حسين، أم حسين من شفعمر، مواليد شفعمر وسكان شفعمر. كل الوقت احنا يعني متعودين من زمان امياتنا وحمواتنا انه بجمعة العيد قبل بجمعتين نحضر نعمل التحضيرات. يعني قبل كنا غير مش زي اسا، قبل كانوا يحضروا قبل، الحارة كلها تكون موجودة، الكل يحضر، الجيران جمعة كبيرة نعمل، يعني تعودنا انه هيك. أنا تعلمت أكثر إشي من أمي ومن عمتي، يعني حماتي اللي هي حماتي، التنتين كانوا شاطرات كتير وكتير كانوا معدلات بالشغل، وتعلمت وأخذت منهم إشي كتير. وإسا في كتير فن بعملان الكعك، بس أنا ضليت ماشي على الطريقة التقليدية متاعتهم. يعني كان كتير كانت الناس عايشة على البساطة أكثر، ما فيش تكلفة، فيش تحضيرات كتير، فيش هاي الترتيبات اليوم يعني غير مش موجودة، كانت الناس على البساطة، الناس كلها تعمل زي بعضها، إنه أنا عندي اليوم الكعك الجيران كلها عندي، ثاني يوم عند جارتي الجيران اللي كانوا عندي بروحوا هناك، كنا نخبز على الفراني، حملوا كلياته بالذرة ياخذوا على الفراني، كنا نخبزون حضر، كانت الأولاد تلعب بالمراجيح، تدور على العيلة على العدي على المعايدة، الأهل عايدوا، العمام، الإخوال، الذبح بالبيت، طريقة الحياة، طريقة الأكل، طريقة العيد كانت أحسن، يدور الأولاد على المراجيح. اليوم الأولاد ما فيش، ما حدا بعيد بالبيوت أصلاً. لما بنعمل يلا تعالوا حضروا حالكم بدنا نعمل، أنت تنقشي، أنت تخبزي، أنت عليك الترتيب، كل واحد يعني هيك عجقة، كله بركض، كله بيشتغل، إشي بطحن طمر، إشي بسيخ المرجرين، الزبدة، إيش بيحضر يعني على العجينة، اللي بتنظف الطاولة، اللي بتنقش، اللي بتخبز، اللي بتصفت، يعني أجواء حلوة، أجواء حلوة، بتحطي موسيقى، بتسمعي، بتنبسطي، العيلة مع بعضها، الأحفاد، بنطيهم كل واحد عجينة، بمسكوا القوالب، بقولهن اعملوا هدول إلكم، نخبزهن وبكبلهن شيئاً، بخليهن وبقولهن خذوا كلوا، هاي شغل إيدكم، بنبسطوا فيه وبعملوا يعني بشاركوا بكل شيء الكبير والصغير. وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله بنعاد على جميع الناس بالخير والبركه، وبكون عيد مبارك على كل الناس. بدناش نقول الامه الاسلاميه والمسيحيه على كل العالم، ويعم السلام على كل العالم، والناس كلها تكون بخير وسلام وامان، وينعاد على جميع الناس بالخير وهدات البال. قال مسؤولون إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا يوم السبت على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا، واللذين انقلب كل منهما على الآخر، ما يعقد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات. وقال مسؤول حكومي ومسؤول محلي آخر لرويترز إن الانفصاليين حاصروا أيضا القصر الرئاسي الفارغ للحكومة المعترف بها دوليا والموجودة مؤقتا في المدينة الساحلية. وقالت مصادر طبية إن 8 مدنيين على الأقل لاقوا حتفهم يوم الجمعة في اشتباكات بين قوات الحكومة والانفصاليين. وقال سكان إن المعارك استؤنفت في وقت مبكر يوم السبت لكن حدتها تراجعت. والطرفان المتناحران جزء من تحالف مؤيد للحكومة تقوده السعودية، ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ مارس آذار 2015، مما يشير إلى خلاف داخل التحالف.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف ودفعت أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة. انفجرت سيارة ملغومة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مما أدى لمقتل 3 من موظفي الأمم المتحدة، في وقت تحاول فيه المنظمة الدولية التوسط في هدنة بالعاصمة طرابلس، حيث شنت قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي هجوماً مباغتاً في أبريل نيسان. ولم يكشف عن تفاصيل الهجوم، لكن الانفجار وقع أمام مركز تجاري ومصرف، وشوهدت في الموقع سيارة واحدة على الأقل تابعة للأمم المتحدة محترقة. وأصيب في الهجوم 3 موظفين بالأمم المتحدة إلى جانب عدد من الليبيين. وأدانت الأمم المتحدة الهجوم ودعت جميع الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى والعودة إلى المفاوضات، وقالت إنها لا تعتزم إجلاء موظفيها من ليبيا. وبالتزامن مع توقيت الانفجار تقريباً، أعلن قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وقف العمليات العسكرية لمدة 48 ساعة أثناء عطلة عيد الأضحى التي بدأت يوم السبت، حسب بيان صادر عن قواته في بنغازي. وكانت الحكومة في طرابلس قد أعلنت الجمعة قبولها لاقتراح من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار أثناء عطلة العيد، وقالت إن بعثة الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن مراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.